مؤتمر يعالج قضايا مختلفة ولا تخص فقط الشباب، ولكن من أهداف مؤسسة الفكر العربي إدراج برامج وقضايا وهموم شباب المنطقة يعني بشكل عام. الأفكار كثيرة والمبادرات كثيرة والنوايا كثيرة، الصعوبة بالنسبة لإدارة المؤسسة هي أخذ هالطاقة وهالنشاط وهالمبادرات وهالفرص المقدمة لنا جميعا وتحويلها إلى برامج ممكن تطبيقها. للتنفيذ يجب أن يكون هم مستوى من الوعي. قبل أن تنفذ أي شيء يجب أن تكون واعي له وتكون مقتنع. إحنا لازم يصير في تشارك كتير أكبر بين الصناعات والشركات الهندسية والمصنعة مع الأبحاث العلمية بالجامعات لنقدر نطلع إحنا صناعات من أفكار عربية. Young people today are motivated, they're enthusiastic, they're energetic. It's a new world, there's opportunities for education and all across the world there's opportunities to use technology to communicate with each other in new ways. They just want skills, they want training, they want opportunities. مشكلتنا الكبرى احنا في العالم العربي هي مشكلة التعليم. انا باعتقادي انه ينبغي إعادة النظر كليا في النظام التربوي والنظام التعليمي في العالم العربي، لانه النظام القائم حاليا هو نظام تقليدي لا يمكن ان يقودنا الى اي شيء. نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه، لازم نعرف انه احنا قادرين نشيل كل شيء موجود عنا بشع ونعمل شيء حلو، لو بشيء كتير صغير، لو بقدرة مادية كتير بسيطة. أي شاب في الدنيا عنده طموحات وعنده حاجات خطيها لمستقبله، بس هو كيف يقدر يوظفها زي ما قلت أول؟ Now the first thing I want to do is talking. In our country, so many misunderstandings, and I think the only way to solve is to talk with each other and to respect to can respect each other. لما تجيب المفكرين هذولي ونقول رجال الأعمال وأصحاب القرارات وتجيب الشباب وتفعل دورهم معاهم، هذه راح تكون نقطة إيجابية، راح تثبت الحماس والإبداع عند الشباب. المؤتمر اللي نحن فيه يعتبر فرصة لأنك تحطي كل القادر في العالم، تحطي كل الناس اللي عندهم مواهب، الناس اللي عندهم أفكار، الرائدين، العمال والكبار في البزنس، تحطهم كلهم مع بعض، ولما تحطهم كلهم مع بعض تعرف الأفكار اللي ممكن تنتج. فالمؤتمر يبشر أنه عندنا مستقبل إن شاء الله مثمر. مؤتمر الفكر العربي يعتبر بالنسبة لي الدم المتجدد للأفكار اللي ممكن أعرضها للسيدات في وطني. أنا كتير مبسوطة أنه فكر جمعنا هون، لأنه في كتير عالم عم بيعملوا نفس الجهد بنفس الهدف، وهلأ صرنا نعرف بعد ممكن نتعامل مع بعض لنوصل أسرع. أنا بشوف المستقبل كتير منيح، بشوف أنه الأشخاص الرياديين إذا قدروا عن جد يأسسوا شركاتهم بيقدموا كتير للوضع الاقتصادي، وبحس أنه بيعملوا تحميس بالبلد وبالمجتمعات. تلاقي كل العالم بيعرفون لأنه من ضيعتهم بيحمسون، وبتلاقي التجارة ماشية. يعني أنا بحس أنه كل ما تقدمنا يعني بالوقت كل ما حتحسن وضعنا هون، خاصة إذا ضلوا عم بيشجعونا نحن الانتربرينورز. كمؤتمر بحد ذاته كاليومين نحن في 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 فينومين معين بعتقد العرب ما كتير يعني معظمنا ما كتير فاميليار بالذات. المؤتمرات مش رح تطلع بريكومنديشنز وبوليسيز، في كتير عالم بينتقدوا لانه مؤتمر حكينا وعملنا وهيدا نظر وهيدا اعترض وهيدا حدد. في إلا قيمة هيدي منها هيك منها عبثية. القيمة فيها انه اول شيء انت ما فيك تصححي، ما فيك ترسم المستقبل قبل ما بتعرفي شو مشكلتك. ارى المستقبل العربي سيصل الى شيء، لاني واثق من عمق الحضارة العربية، واثق من المكونات الشجاعة، أيضا المكونات الإنسانية، المكونات الثقافية التي هي جوهر الحضارة العربية، لكني غير واثق من الثمن الذي سيدفعه العرب لكي يصلوا إلى هذا المكون الحقيقي. في مقولة تقول أن أفضل طريقة لهندسة ورسم المستقبل أنك تصممها الآن.